خلوني أخد من تركيا على الهاتف دكتور جاسم المحمدي، المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الأنوار أستاذ، تحياتي لحضرتك ولمشاهدينك الأكارم ولكل الضيوف. كل التعزية مرة تانية وكل الصلاة من أجل المصابين والأهالي المكلومين على هذه الأرقام المفزعة في تركيا جراء هذا الزلزال المدمر. بوركتم أخي بوركتم، تحياتي لكم ولكل إخواننا في الشعب العربي المصري الطيب الشقيق. دكتور جاسم اسمح لي، يعني ما آخر التطورات لديكم؟ إن كان سيادة العميد علي اللي كان معايا على التليفون من سوريا بيقول إن إحنا أنجزنا أكثر من 85% من جهود الإنقاذ والبحث، أعتقد أنكم متطورون عن هذا بكثير. لو سمحت لي أنا سأترك موضوع سوريا، سأتكلم لك عن موضوع تركيا الآن. طبعا أنا بسأل ماذا عنكم في تركيا. طبعا أيوة مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه الإمكانيات في سوريا إمكانيات قليلة، وستكون الخسائر طبعا أكبر، وسيكون الإنقاذ بطيء. لكن هنا في تركيا لو سمحت لي في قليل من الوقت، أولا نقدم التعازي الحار لعوائل القتلى ليرقدوا بسلام وليرحمهم الله سبحانه وتعالى. أمين. وأمنياتنا بالشفاء العاجل لكل الجرحى في سوريا وتركيا. أمين. نحن نتكلم الآن عن إحصائيات تتطور في كل ساعة. صحيح. آخر إحصائية للقتلى بلغت الآن في تركيا ما مجموعه 5434 قتيل، إضافة إلى 31,777 جريح. هذا العدد الهائل من القتلى والجرحى يبين معنى الدمار الحقيقي التي واجهته تركيا خلال هذا الزلزال. طبعا الزلزال لو يعرف الأخوة الحاضرين والمستمعين أنه حدث في وقت قاتل، حدث في قرابة الساعة الرابعة والنصف. هذا الوقت من كان يسهر، من كان يعمل، من كان يعني خارج الدار، لابد أن يكون قد أتى وآوى إلى بيته، لذلك تكون نسبة الإصابات كبيرة جدا. أيوة فند. ويعني أصبحت هناك بعده هزات ارتدادية وهزات يعني تجاوزت الهزات الأرضية تجاوزت 30 هزة في الشريط الجنوبي للولايات التركية، إضافة إلى أنه مركز الزلزال حدث في كرمان مرش وغازي عين صار. تم وضع مبلغ 100 مليون ليرة، أي ما يعادل 5 مليار دولار و260 مليون في المقام الأول تحت تصرف مؤسسات الدولة التركية للمساعدة في الحالات الطارئة وأنشطة الدعم اللوجستي في سبيل إنقاذ الناس تحت الأنقاض. وهناك أيضا على الأرض 241 فريق طبي، ومنها أعرف مدى الأضرار الناتجة في هذا الزلزال. هناك 312 هزة ارتدادية كان أقواها في اليوم الأول كما قلنا في الساعة السابعة في الساعة الرابعة والنصف، كانت 7.7 على مقياس ريختر في جنوب تركيا. نحن الآن أمام ساعات هامة جدا وحاسمة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ، مع مرور الوقت تتضاءل، وعلينا أيضا إنقاذ الأحياء منهم. هذه الساعات تعتبر ساعات مهمة. وعن وزير الداخلية التركي أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو الكارثة الأكبر التي واجهته تركيا في تاريخها الحديث. طيب يا فندم اسمح لي، في عدد كبير من الدول زي ما طلعتنا وسائل الإعلام عرضت بل بالفعل بدأت في المساعدة لتركيا، وأنا لا أظن أن هؤلاء المكلومين يحتاجوا لأموال، هم يحتاجوا لطعام، يحتاجوا لمأوى، يحتاجوا لتعويض عما فاتهم في الحياة وعلاج نفسي للمشاهد المرعبة اللي شافوها ومن فقدوهم وكيف ستستمر الحياة بهم. لكن أعتقد أنه هذه المساعدات أو عرض المساعدات صادف ارتياحا كبيرا في الشعب التركي. طبعا أكيد تفاقم المشكلة وتؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلى انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي وإلى
انقطاع الغاز. تعرف أنت جنابك إحنا في تركيا الغاز ليس بالدبة، نحن في خراطيم الغاز يصل إلى الشقق. إذا التدفئة انقطعت التدفئة رغم الجو البارد والقارص، يعني الآن كبيرة والله يا أستاذ، نحن في داخل الشقق نشعر بالبرد. صحيح. ونتألم كثيرا لأناس الآن هم في العراء وتحت فوق الثلج، وعوائل وأطفال وأجساد رقيقة. قمنا بعمل مساعدات في نحن الجالية العربية في تركيا، قمنا بجمع المساعدات المادية والعينية وتبرعنا بالدم رغم الظرف الصعب. يعني خرجنا من بيوتنا وذهبنا إلى مصارف الدم لنتبرع بالدم من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال وهؤلاء الناس الذين يحتاجون الدم الآن. بشكرك جدا دكتور جاسم المحمدي المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، ومرة تانية كل التمنيات الطيبة.